هذا العنصر في القوات الحكومية مسنوداً بمجموعة مسلحة قام بالاعتداء على مواطن من أهالي ناحية أبو الخصيب في البصرة، وهدده وكتب على باب بيته مطلوب دم، ولأسباب وصفها نشطاؤه بأسباب طائفية. شو اسمها المنطقة؟ رومية. رومية. طبعا اليوم شرطي اسمه عبد المجيد حامد مجيد نعيم العبادي يداوم بالمنشآت، اجى اعتدى على المواطن بصري جالس ببيته وكتب مطلوب دم يا نوفل بدون ما يعرف الاسباب. اتهموا الرجال هذا الفقير لانه ينتمي لمذهب اخر، جماعه الاحزاب، تهجموا عليه وكتبوا مطلوب دم يا نوفل على بيته دارب ابو الخصيب بالبصره وما يعرفون الاسباب. شنو الاسباب اللي خلاهم يكتبون هاي؟ والله ما ادري، هم 3 اشخاص اجيت على السيارات 2 وانهزموا من رحت المركز، خابروني جو قالوا جو جماعه كسروا باب بيتك وطبين جو مكسرين البيت وباخذين الغراض. رحت قبل للمركز الحمدان بلغت الضابط وجبت المفرزه واجيت ولقيتهم هنا، اخذتهم المفرزه وسيارتين انهربوا مسلحين وديتهم للمركز. خابر القاضي قال لهم لا منا خلوهم للصبح، جيبوهم الصبح. ما سوالي الدعوه. ما سوالك دعوه القاضي؟ ليش؟ ما ادري، سويت شكوى وكملت وخلصت وكل شيء. ما زين، انت موظف؟ موظف نعم. وهذا بيتك؟ هاي بيتي. وكتبوا عليه مطلوب دم، شو عندك طلبوا وياهم؟ ما اعرف. هذا عبد المجيد الشرطي، هذا عبد المجيد حامد مجيد. ما تعرفه؟ ما اعرف. ما تعرفه ولا يمنى؟ لا والله صحيحون، هذا بيتنا، هاي احنا البانينا، احنا الكذا. من جو الشرطه؟ لان سواك انسان من غير مذهب و فقير وما عندك احد، يعني سووا هيك شيء وياك؟ شنو تتوقع يعني ليش سووا وياك هيك؟ ما ادري، بلغت المركز وجاء الشرطه خذوهم وراحوا.